اليوم يا شباب راح العب بونتي راش، راح افتح باكجات ياماتو الحرق الابدي تمام، لاني انا وصلت اقسم بالله الله ورب الكعبه انا ما ادري ليش انزل بونتي راش، لاني انا مستمتع في ون بيس. وصلت يا شباب ارك اللي بعد انيس لوبي اللي بعد اللي يستخدم فاكهه الدارك يا شباب اللي هو الخفاش تمام، لوفي فقع وجهه يوم زورو وابحط لكم المقطع، هذه رده فعلي يا عيال. شوفوا 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 يا مجنون يا مجنون يا أسطورة يا قوي. قاعدين احرق علي للاسف الشديد، بس والله لعيون المحتوى ورب الكعبه لعيون المحتوى ورب الكعبه لعيون المحتوى، فاشترك يرحم ابوك يرحم اهلك، خلينا ندعس ال 50,000 اقسم بيات الله ورب الكعبه اني اصور ذا المقطع وانا مرتفع ضغطي. نقول بسم الله يا شباب. يا رب يا رب. في البدايه بنفجع الحظ، بنفتح تخيل لو يطلع لي من باكج واحد كذا، باكج واحد يطلع لي توقع اسمه يا موت. لا ما راح يطلع، ما راح يطلع والله، والله ما راح يطلع. بنفجع الحظ بنفجع الحظ بنفجع الحظ بنفجع الحظ يا شباب. حلو، بنفجع الحظ. يا رب يا كريم يا رب. او ماي جاد، لا 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 لازم نطلع لازم نطلع لازم نطلع. طلع لي او ماي جاد، طلع لي طلع لي ابو مكنسه حرفيا يا شباب. لو طلعت لي شخصيه واحده اسطوريه في هذا المقطع انا راضي. بسم الله يا شباب. وبنفتح 50 ب50 يا شباب. يا رب. بنشوف. او ماي جاد الحظ سيء، او ماي جاد الحظ سيء. هي ما راح تطلع لي شخصيه واحده. او ماي جاد ابو مكنسه، او ماي جاد ابو مكنسه، ابو مكنسه يا عيال. حلو 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 حلو. يا رب يا كريم. زورك ستريم، انت مين؟ انت لابس حفاضه وماسك رضاعه، انت مين؟ انت ما حد يعرفك اصلا، انت ما حد يحبك، وحاط على التيشيرت بيبي، انت معطوب كريه متخلف. بنجرب بنجرب نفتح بنجرب بنجرب. يا رب يا رب يا رب. ما ادري. اوكي بروك الاسطوره يا شباب. حلو، بروك الاسطوره بروك الاسطوره. حلو. متفائل تفاؤل. العدد العدد 14 اللي فوق، العدد 14. حلو. او ماي جاد راح يكون الحظ عباره عن زباله متحركه. اهم شيء ابو مكنسه ما يجي، اللي هو اسمه جابي اتوقع. لا يجي اهم شيء. حلو. اذا ما جاء راح يكون حظي كويس، اذا ما جاء. لحد الحين ما جاء، نايس. كلها شخصيات معطوبه، طبيعي طبيعي طبيعي، كلها من ال من ال. ايش تبغى يا مورغان؟ توكل على الله يا كريه. اسلوب الكريه. اوكي ابو مكنسه ما جاء، معناته ان الحظ متحسن. يا رب يا كريم. او ماي جاد او ماي جاد فرانكي سوبر. يلا يلا يلا. طبعا عيسى معاكم من فنزات من فنزات ون بيس، وقسم بيت الله. العدد 27. يا رب يا رب. انا متفائل متفائل باسوبه متفائل باسوبه. والله عبد الله تعب، وقسم بالله عبد الله تعب يا شباب. عبد الله تعب على بال ما يجمع المجوهرات هذه، وقسما بالله تعب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. شوفوا دام ما طلع لي جابي يا شباب، معناته حظي كويس. تكفون يا رجال تكفون، الله يرحم ابوكم وامكم وجدتكم وعائلتكم الكريمه كامله. تكفون تكفى يا لوفي، يرحم ابوك تمرجل. اخيرا يا لوفي يرحم اهلك يا شيخ، اخيرا يرحم ابوك واجدادك كامله. انت مين انت يا شيخ؟ توكل على الله، الله يرحم اهلك، الله يرحم امك، توكل على الله. ابغى زوره ابغى زوره يا شباب. الله شخصيتين ورا بعض شخصيتين ورا بعض. لا قلت لكم الحظ بدا يتحسن، الحظ بدا يتحسن. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. انا بس ابغى افرح، والله ابغى افرح. انا حزين ترى، ابغى افرح. الله الله العدد 32. الشخصية مضمونة في الجيب في الجيب في الجيب يا شباب، في الجيب في الجيب. إذا ما طلع أبو مكنسة ليجي، أهم شيء أبو مكنسة ليجي. إذا جاء أبو مكنسة الحظ كذا بوف انفجر. مورغان توكل على الله، توكل على الله يسدد الجوائز يا كريم. معفن يا ضعيف يا ضعيف يا سيء. لوفي يرحم أبوك مرجل لوفي. الله يا الله، شكل الحظ راح يكون زبالة. أبو مكنسة جاء،
ابو مكنسه جاء، ابو مكنسه جاء، انعطب الحظ، الحظ انعطب، وربي الحظ انعطب، وقسما بالله الحظ انعطب. اتحداكم تطلع لي شخصيه واحده، اتحداكم. ما راح تطلع لي. الله الله، اصدمني اصدمني. غمضر غمضر والله ما انظر. زورو افرح ولا افرح ولا هذا هذا شو اسمه لوتشي ضيعت اسمه يا شباب. افرح ولا ازعل؟ هذا اسطوره يا شباب، شخصيته فخمه، هذا جسد الشر يا شباب وجسد العداله. كان مضحوك عليه يا شباب لكنه اسطوره من يوم هو عمره 16 سنه. كان يا شباب قوي قوي قوي، مرعب بدرجه مرعبه. انت 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 يا كري تستقوي على روبين، انت يا كري تبغى تذبح روبين، انت يا كري ما راح العب فيك يا كري، ما حد يحبك اصلا. اوه سانجي، انا متفائل بسانجي الخروف، والله اني متفائل، متفائل بسانجي الخروف. العدد 14 الحين يطلع لك قابي يا شباب مليون الف مره. الصياد يلا بعده ابو مكنسه، ناقصني ابو مكنسه حرفيا، ناقصني ابو مكنسه. اسلوب الكري مدركته ما اقدر اشيلها يا شباب. حلو يلا 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 وريني ابو مكنسه، يلا ابو مكنسه. ما راح ما افرح، امين الله اني احبك وقسما بالله انك اسطوره وانك شخصيه مؤثره في الطاقم قسما بالله. يلا يا حبيبي خلص امي، خلص امي، باكج زبال، باكج معفن. والله الحظ يحتاج له، يحتاج له اني الخمه. او ماي جاد او ماي جاد، العدد 32 اللي فوق يا شباب، يا رب. هذه ارخبيل يا شباب، ارخبيل المدينه اللي انا فيها يا شباب، اتوقع انها اسمها ارخبيل اتوقع، لاني دوبي اوصلها، دوبي اوصلها حرفيا في ون بيس. يلا يا رب يا رب، والله ما انظر، ورب الكعبه ما انظر. ابى اسمع من الصوت. تف عليك بنت يا بنت يا متخلفه كريهه يا ما، والله ما العب فيك بنت كريهه، بنت تراك بنت يا كريهة. اول مره يا عشان ما تفهموني غلط يا شباب، يعني مو انا ما قصدي على البنات، قصدي ان البنات ضعيفات في ون بيس، فاهمين انتم الفكره؟ يعني تخيل لوفي ضد بنت، مين بيفوز؟ لوفي. زورو ضد اي بنت في العالم، مين بيفوز؟ زورو. حلو 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 حلو، الله الله، شخصيتين من لو. بس ما ابغاك، ما ابغاك يا لو، والله ابغاك، ابغى اجربك للامانه، احس انك قوي، احس انك رهيب. يلا يلا يلا، ما خلاص خلاص خلاص، اكلت كل الحظ، اكلت كل الحظ. ما راح تطلع لي شخصيه ثالثه لو تموت يا عيسى، لو تموت لو تموت ما راح تطلع لي شخصيه ثالثه. حلو ابغى استخدم البطاقات دي، ابغى استخدمها، ابغى العب، ابغى الخم الحظ صراحه، ابغى الخم الحظ. انا اكون معاكم صريح، ابغى الخم الحظ، ابغى استخدم البطاقه دي. يلا يلا بنستخدم بطاقه، ما راح تطلع لي اي شخصيه، بس انه كذا بنلخم الحظ. ما راح ما راح ما نتفائل. اسوبو وفرانكي يا شباب ما راح ما راح. والله العدد 32، حسيت زورو. كم شخصية بتطلع لي؟ أول مرة استخدم البطاقة دي. دام ما في أبو مكنسة الأمور طيبة. ما في أبو مكنسة، أبو مكنسة مو فيه. خلاص إذا أبو مكنسة فيه اعرف إن في شخصية أسطورية. إذا أبو مكنسة جاء ما عاد في شخصية أسطورية. ما راح يطلع لي شيء، ما راح يطلع لي شيء، ماني متفائل. إذا بنت، هذه مين؟ بنت؟ مين ذول؟ بنت 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 ضعيفة ضعيفة. أنا لو أجي ضربك أذبحك، أنا لو أجي ضربك أذبحك. خلنا الحظ، الحظ يا شباب والله متفائل في الحظ، وقسما بالله يا شباب إني متفائل في الحظ، ورب الكعبة متفائل، متفائل إنه بيطلع لي شيء كويس، متفائل متفائل والله متفائل. بفتح مرة واحدة متفائل بالحظ. ما راح يطلع لي تبن، تبن العدد 14، ما راح يطلع لي تبن. طبيعي طبيعي طبيعي. لا 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 عيسى عيسى لا، ما راح افتح مره واحده. بنفتح الباكج رقم 17، رقم 17 خلينا نشوف. زورو زورو، التفاؤل الابدي اللانهائي. زورو ونامي افضل اثنين في الطاقم بعد لوبي. كم العدد؟ العدد 32، يعني زورو اكستريم مضمون. لو يطلع لي زورو اكستريم وان ربي اني انجن انجن، راح احتفل في المريخ لو يطلع لي زورو اكستريم. ابو مكنسه لا تطلع، الله يرحم امك وابوك. يا رب زورو اكستريم، يا رب زورو اكستريم، يا رب زورو اكستريم. والله ما ابغى الا زورو اكستريم، ما ابغى احد، ابغى زورو اكستريم. هي اطلع لي اي شيء، اي شيء يا رب. يا والله ما انظر، والله حاسس انه بيطلع لي زورو. انت مين يا
يا دب يا متخلف لا أنا اسمك أنت مين؟ ما أبغاك يا دب يا دب روح النادي شوف ديدك نازل يا متخلف يا دب كرشتك طايحة بالأرض واضح إنك نفسية ورب الكعبة واضح إنك نفسية يا الله حرام باقي آخر محاولتين آخر محاولتين الله تفائلت بزورو يا الله العدد 14 ما راح يطلع لي شيء 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 كل ما قل العدد كل ما راح يطلع لي شيء الحظ 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 مزعلني والله لازم 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 نلخم الحظ من حبة من حبة لازم نلخم الحظ لازم نلخم الحظ او ماي جاد كم العدد العدد 27 ما راح يطلع لي اي ما راح يطلع لي شيء متفائل والله متفائل وقسما بالله متفائل بفتح مرتين بس هذه مرة واحدة أذن الظهر مع الصلاة يا شباب مو أذن أوه ماي جاد أوه ماي جاد ما راح يطلع لي شيء طبيعي حلو شباب بس بروح أصلي وبدعي في السجود لأن يطلع لي ظهور اكستريم والله يطلع لي والله راح أنبسط السلام عليكم طيب شباب رجعت لكم بعد الصلاة حلو يا رب إن الحظ تحسن لكن الحين بفتح بحظ ولد أختي علينا أنس كحالك تتوتر صح تبغاني أفتح بحظك شفت لو طلع لي البكج اللي انا ابغاه حلو ايش تبغى من البقال اعطيك اياه ورب الكعبه ورب الكعبه ورب الكعبه وربي ابي لبت انا بكخ يا شيخ اجيب لك اللي تبغاه بس يطلع لي البكج اللي انا ابغاه خلاص تمام الشخصيه اللي انا ابغاها يا انا شوف هذه هي ابغى شخصيتين اللي هي هذه تمام وابغى شخصيه زورو تعرف زورو اللي في ون بيس ايوه عرفته ترى اخبر يا ابغى نشوف تطلع الحظ الحين يعني مو اسطوري بس انه متوسط خلنا نشوف لا الحظ بيض حظك بيض يا انس هذا حظك بيض الحين بنفتح كم بنفتح 11 صندوق يا انس 11 صندوق يعني 11 باكج اذا ما طلعت لي شخصيه نادره فاعرف ان حظك ايش سيء مر حظك سيء لأقصى درجة أوه شكله حظك قوي خلنا نشوف شوف العدد اللي فوق اللي في الشجرة 27 يعني حظك لو كان 32 راح يكون حظك اسطوري شفت الرقم اللي هنا 27 شفته حلو يلا نقول بسم الله حلو هذا سانجي بيض ايش بك متوتر خايف متوتر من اليوتيوب ترى مقطع بينزل اليوتيوب اصحابك بيسمعون اوه انا طلع مع خالو عيسى اليوتيوب لا اجل انا بلبتن انت ايش بلبتن انت بلبتن اوه ماي جاد مركز على هدافه خلنا نشوف حظك اوه حظ راح يكون اسطوري دقيقه الله حظك معطوب شوف طلع لي واحد كبر راسك راسه مربع كبر راسك يا 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 حظك سيء ما راح تطلع لي شخصية واحدة شوف هذا ضعيف هذا مرة ضعيف كلهم ضعيفين كلهم معطوبين كلهم سيئين يعني هذا أسوأ واحد على مرة التاريخ شفت أكثر واحد تكره في الفصل تكره أحد في الفصل عندك هذا هو هذا سيء هذا خويك اللي تقرب البصل ورب الكعبة سيء 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 اسمه جابي أبو مكنسة مكان المطبخ أنا استكيك ماني ناظر أول شيء ولد ولا بنت بنت شاب ولد هذا مين تحسه قوي ولا ضعيف تحسه معضل مرة قوي بس أنا حظك سطوري تدري ليش؟ طلعت لك شخصيتين قوية مو شخصية واحدة تدري ولا لا؟ يعني طلعت شخصيتين قوية حبيبي الشخصية اللي أنا أبغاها ما طلعت أنا قلت لك قلت لك هذه بشوف باقي معاك آخر صندوق يا ما راح تطلع لك يا أنس ما راح تطلع حظك مرة سيء ما راح تطلع أي شخصية حظك زفت حظك أسوأ منه ما فيه هذا ثاني واحد تكره في المدرسة في واحد كريم مرة وفي واحد تكره شوية صح في الفصل هذا الثاني هذاك مرة هذا مرة سيء حظك مرة سيء فيا أنس
الله يعطيك الف عافيه. خلاص يلا يلا ما في بقال. يلا حظ ما طوب، حظ سيء، حظ اسوء منه ما فيه.